السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني، من زمان ما دخلناش المطبخ مع بعض. هنعمل مع بعض النهاردة فتة شاورمة اللحمة بطريقة سهلة جدا، وهعمل معاها كمان التومية بأسهل طريقة ممكن تتخيليها. احنا في امتحانات وعايزين نعمل وجبات سريعة وسهلة علشان ما عندناش وقت، عندنا مذاكرة. الفيديو ده اهداء لأم يوسف، أسرة مميزة. الفيديو ده إهداء ليكي عشان ما تزعليش إن كل حاجة عن الحمل والولادة، وشكرا جدا على متابعتك ليا. إذا طول عليكم لايك على السريع وخلينا نبتدي. اللحمة بتاعتك ممكن تشتريها متقطعة جاهزة تقطيعة الشاورما من عند الجزار، بس أنا قطعتها بطريقة سهلة جدا. هتحطيها في الفريزر تقريبا ربع ساعة أو لنص ساعة بالكتير، وهتطلعيها هتقطعيها شرايح رفيعة جدا وهتتقطع معاكي بكل سهولة. في بولة وهجيب اللحمة بتاعتي عشان أتبلها. هحط عليها ملح، فلفل أصفر نص معلقة تقريبا، وده تقريبا نص كيلو لحمة. وأحط عليها معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، واحط بهارات الشاورما. البهارات دي جاهزة بتتباع في السوبر ماركت، لو مش عندك ممكن تحطي السبع بهارات، وانا حطيت كمان رشة كده من سبع بهارات. واحط تقريبا معلقتين خل كبار ومعلقة زيت ذرة كبيرة، لو مش بتحبي زيت الذرة ممكن تستخدمي زيت الزيتون. ليه بحط زيت؟ علشان الشاورما لما بتتبل معاها زيت بتبقى جوسي اكتر لما بتتحط على النار. لو عايزة تحطي رشة شطة صغيرة كده زي ما انا عملت حطي، مش عايزة خلاص. هتقلبي كل المكونات مع بعض عشان كل التتبيلة تدخل جوه اللحمة، وهتغطيها كمان بالبلاستيك ريب وهتدخليها التلاجة ربع ساعة او نص ساعة. ويا سلام بقى لو بيتيها من بالليل في التلاجة، بس انا ما كانش عندي وقت، الولاد طلبوها وانا عملتها على طول. هخليها على جنب لغاية لما نشوف هنعمل ايه. العيش بتاعك العيش اللي انتي بتحبيه، عايزة بقى عيش بلدي، عايزة عيش شامي، اي حاجة. هتقطعيها بالمقص تقطيعة كده مربعات صغيرة، وبعدين بقى في حاجة على النار هحط مكعب زبدة كبيرة وعليها بس معلقتين زيت عشان ما تتحرقش مني. وهحط الرز بتاعي، الرز ده منقوع لمدة ربع ساعة، رز بسمتي، وعلى حسب طبعا المقدار اللي انتي عاوزاه. ده كوباية كبيرة. هحط عليه معلقة صغيرة كركم ومعلقة صغيرة كاري ورشة بسيطة من القرفة وشوية فلفل، وهتبله بالملح. وهحط مكعب مرقة، بس لو انتي مش عايزة تحطي وعندك شوربة يبقى افضل، لو مش عندك خلاص حطي مكعب مرق. على نار متوسطة بقى هقلب كل التوابل مع الرز علشان الرز يشرب كل التوابل كده، وكمان علشان يبقى مفلفل معايا لما اجي اغرفه. ده تقريبا كوباية كبيرة، هحط عليها كوباية وتلتين كوباية مية سخنة. وطبعا الرز منقوع زي ما قلتلك تقريبا ربع ساعة ومغسول كويس. هسيبه بقى على النار، على نار متوسطة لغاية لما يتشرب كل المية بتاعته. هوطي عليه بقى شمعة كده على اقل نار في البوتاجاز وهسيبه بقى يستوي. العيش بتاعك عايزة تحمصيه في الفرن، عايزة تحمصيه زي ما انا عملته كده بمعلقة زبدة وشوية زيت، بيبقى حلو جدا. لو مش عايزة تحطي عليه اي حاجة، معلقة زبدة بسيطة او رشة زبدة بسيطة وتدخليه الفرن يبقى خلاص. في مادة دهنية سخنة جدا هحط الشاورما زي ما انتوا شايفين كده، ولازم تاخد الطشة الجامدة دي علشان تقفل المسام بتاعتها وما تنزلش كل المية كلها بتاعتها، وتبقى جوسي لما تيجي تاكليها تبقى طرية كده وما تقطمش معاكي. هحط كل مقدار الشاورما بتاعتي ومش هقلب خالص لغاية لما تاخد لون من تحت، علشان لما تاخد الصدمة كده وتقفل المسام بتبقى طعمها حلو جدا وبتبقى لذيذة كده. خلاص تقريبا اخدت كل لون من تحت، هبدأ بقى اقلب علشان تستوي كلها مع بعض. اللحمة بتاعتي هتنزل المية بتاعتها
وبعدين هتشربها، وبعدين هسيبها على البوتاجاز تاخد لون علشان يبقى لون الشاورما. مش هتاخد تقريبا على النار ربع ساعة، على ما اللحمة بتاعتي تنزل ميتها وتشربها تاني. تعالوا نعمل بقية الحاجات. بصلة هقطعها شرايح، وكمان هجيب اصغر طماطماية هتقطعيها، لو ولادك مش بيحبوها مش مشكلة. هقطعهم وهخليهم على جنب بقى علشان نعمل التومية، اسهل تومية ممكن تتخيليها في حياتك، حاجة كده يعني انتخت الشتا ما اقولكمش. ده مايونيز هحطه في بولة، ولو حابة تحطي عليه معلقة زبادي كبيرة حطي، بيبقى برضه طعمها حلو جدا، بس انا ما كانش ما عندي زبادي في الوقت ده. وهحط عليها 3 فصوص ثوم مفرومين، وهحط الملح بتاعي، وهحط شوية فلفل اسمر. لما بتحط عليها زبادي بتبقى لايت وحلوة جدا، وما بتبقاش فيها اللدعة دي بتاعت المايونيز. هحط كمان 2 معلقة خل صغيرين، وهقلب كل المكونات مع بعض في البولة كده سريعا سريعا. لو حابة تعمليها في الهاند بلندر اعمليها، بس يعني سريع سريع كده مش بتاخد وقت مني. وبعدين اعصري بقى ليمونة وقلبي برضو كويس جدا، وهتبقى كده جاهزة ان هي تتحط على الشاورما بتاعتي. ايه رأيكم بقى اسهل شاورما ممكن تتخيلوها؟ وده القوام بتاعها. تعالوا بقى نرجع للشاورما بتاعتنا اللي على النار، تقريبا فات ربع ساعة. بصوا شربت كل المية اللي كانت فيها وتقريبا اخدت اللون. هعمل بس فتحة بسيطة في النص وهحط البصل بتاعي. مش عايزة البصل يدبل، انا عايزة بس يدوب كده ياخد تقليبة مع اللحمة. وبعد ما هياخد تشويحة بسيطة كده مع اللحمة هحط بقى الطماطم، ومش عايزة الطماطم لونها يغير خالص، عايزاها زي ما هي كده، يدوب بس تشوح حاجة بسيطة جدا مع الشاورما، وكده تبقى الشاورما بتاعتي جاهزة ان هي تتقدم. الرز بتاعي استوى، بصوا مفلفل وحلو جدا. والرز البسماتي يا بنات مش بيتقلب كتير على النار عشان ما يتكسرش، يدوب اول ما يشرب المية بتاعته خلاص يبقى هو كده، ما تقلبيهوش. وخلاص العيش بتاعي جاهز، تعالوا نغرف بقى. سامعين قرمشة العيش؟ تحفة. هحط العيش تحت وبعدين هغرف بقى عليه الرز من فوق. بص لون الرز حلو جدا وطعمه وريحته، بجد لو ما تجربوها بجد هيعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا طريقة سهلة قوي ومش محتاجة دربكة كتير وما بتاخدش وقت خالص. رصي بقى العيش حوالين الرز كده علشان يبقى شكل جمالي حلو، وتعالي بقى نغرف عليها الشاورما. الشاورما من الاطباق اللي بتتغرف في وقت الاكل، يعني اللي يطلب طبق تعمليه له وتغرفيه له في نفس الوقت اللي هياكله فيه، علشان ما ينفعش تغرفيها وتتساب عشان ما تبردش. حطي بقى عليها التومية، وطبعا اتأكدي ان كل اللي في البيت بيحبوها، لان انا عندي رفيف مش بتحبها، فمش بحط عليها مش بحط لها على الطبق بتاعها تومية خالص. بجد طعمها حلوة قوي، ان شاء الله بجد جربوها تعجبكم. الطبق ده بتاعي اتفضلوا، والبيبسي ده بتاعي، وكل البنات الحامل عندي في القناة تغمض عينيها عن البيبسي عشان غلط خالص على الحمل. وتعالوا بقى بصوا اتفضلوا معايا، بجد كان طعمها حلو قوي قوي قوي، وان شاء الله تجربوها وبجد تعجبكم. اتمنى الوصفة تكون سهلة وبسيطة، واكون قدرت اقدمها بشكل بسيط عشان تفهمي مني اكتر. هغسل بقى المواعين وهستنى بقى تعليقاتكم الجميلة علشان ارد عليكم في الكومنتس ان شاء الله. واستنوا مني ان شاء الله بقى الفترة الجاية وصفات تانية كتير، وصفات شتوية بسيطة وسهلة
علشان ننجز في الوقت، وكمان هستنى تعليقاتكم محتاجين ايه الفترة الجاية عشان اقدمها لكم. ده برضو لسه هيبقى معانا برضو سلسلة الحمل والولادة مكملين فيها، بس قلت كتغيير كده علشان حبايبي ومشتركيني اللي مش حوامل ولا حاجة ومتابعيني من اول ما فتحت القناة برضو يستفادوا، واكون قدرت اقدم حاجة بسيطة ولطيفة عشان ينبسطوا معايا. بحبكم جدا في الله، واتمنى يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم، وهستنى تعليقاتكم الجميلة، واستنوا مني ان شاء الله صفات تانية كتير جدا الفترة الجاية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.